هاي، كيف حالكم؟ اليوم أول فيديو في سنة 2023. حبيت نبدأ السنة بالفيديو هذا بالذات، اللي هو زي ما شفتوا في عنوان الفيديو، أسباب تخلي أي أنثى أو أي بنت تزيد في سعادة أي حد. فهنا أوكي، ست حاجات أنا جربتهن وغيرن مزاجي أو كان سبب من أسباب السعادة، فحبيت أني نشاركها معكم. ومن أهداف السنة هذه يعني حنخلي القناة فيها أكثر إفادة، يعني أي حد يتفرج على الفيديو يحصل حاجة مفيدة، ولو ما لقاش حاجة مفيدة يكون إنه شافني. فأوكي، أول سبب من أسباب السعادة اللي هي لازم ما تكون السعادة داخلية، بعدها نشوف الأشياء الخارجية. يعني لازم الإنسان يكون مرتاح نفسياً، يكون منتظم في صلاته، يكون عنده ورد قرآني يومي، أو يكون على الأقل أذكار الصباح والمساء. فالحاجات هذين بسيطة بس تسبب سعادة داخلية. طبعا من أسباب السعادة الخارجية لأي مرأة اللي هي المشتريات أو الشوبينج. فأنا الفترة الأخيرة مدمنة شراء قبعات بجميع أشكال ألوان أحجام، وفي نفس الوقت هي يعني طالعة موضة، فالحاجة هذه سببت لي سعادة بشكل مش طبيعي. فالمشتريات والشوبينج اللي هو تقريبا اعتقد انه هو رقم واحد عند اي انثى، يعني ما فيش امراه ما تحبش انها تشري، وتختلف الاهتمامات من وحده للثانيه، يعني في تحب تشري ملابس، في ميك اب، في مثلا مواد منزليه، فكل وحده شن تحب تشري. ومن العادات اللي تسبب السعادة هي انك انت تبدأ في القراءة، سواء قراءة كتب، روايات، كل واحد كيف يحب. صراحة يعني انا في الماضي او من قبل ما كنتش نقرأ، حبي أقرأ رواية يعيش معاها، يقعد معاها يومين ثلاثة اسبوع. فالقراءة يعني من احد اسباب السعادة بصراحة. ورابع اسباب السعادة لأي انثى اللي هو تغيير، يعني سواء تغيير لون شعر، سواء تغيير لون الأظافر، اهتمام بالنفس. أعتقد أن أي أنثى مجرد أن هي تمشي الصالون تهتم بنفسها هيكون سبب سعادة. خامس نقطة اليوم هي تجربة الحاجات الجديدة. مثلا أنا عن نفسي نحب نجرب القهوة، كل مرة نجرب مثلا مقهى جديد أو نجرب نوع قهوة مختلف. في اللي يحب يجرب طبخة، يكون هو يحب الطبخ فيجرب طبخة جديدة، كيكة جديدة. فلما تجرب انت حاجات جديدة، خلينا كنا متفقين ان هي حتعطيك شعور سعادة، شعور تنوع، وفي نفس الوقت تغير. تجربوا حاجات جديدة بين فترة والتانية، واكيد انا متأكدة انها حتدير فرق معكم. حلو عادي، فيعني كل واحد حيدير الحاجة اللي حتعجبه أو حاجة حتكون مناسبة له. علميا أثبتوا أن ممارسة الرياضة بشكل منتظم، مش لازم يومي ولكن يكون مثلا ثلاث مرات في اليوم، أربع مرات، أثبتوا أنها تحسن من المزاج وتخلي الواحد ديما رايق وتقلل من التوتر. فياريت يعني كلنا نبدو نمارس الرياضة مهما كانت. هذين يعني مجموعة حاجات بسيطة أنا حبيت نشاركها معاكم، وطبعا أكيد كل واحد فينا عنده عادات هو يحب يديرهن أو عادات تحسن مزاجه، فمش لازم يعني ندير العادات هذين بالتفصيل أو بالتدقيق إنه هو لازم مشتريات أو لازم مشروبات، لا، حبيت إني نشاركها معاكم.
ولو حبيتوا النوع هذا من الفيديوهات اكتبوا لي في التعليقات، نقعد بحاجات ونشاركها معاكم. بس هذه فكرة فيديو اليوم. لو حبيت الفيديو طبعا لايك واشتراك في القناة وخلوا تعليق حلو نفسكم، ونتلاقوا ان شاء الله في فيديو جديد. باي.